احتضنت قاعة النشاطات بدار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية ندوة عن قراءة نقدية للمجموعة القصصية الأخيرة للكاتب حسن ميم يوسف التي حملت عنوان الساخر يخرس، التي احتوت على موضوعات تتحدث عن هموم وطنية واجتماعية وإنسانية وسياسية. أنا دعيت إلى هذا الملتقى ولبيت لأنني أحب الناس، يعني هم اختاروا أن يكون الحديث عن كتابي الأخير الساخر يخرس، وتكرم الدكتور عاطف البطرس بتقديم قراءة نقدية لقصص المجموعة، وبالتالي أنا أجبت على تساؤلات الأخوة الحضور. إن شاء الله عم بكتب مسلسل عن المطران إيلاريون كابوجي، مطران القدس في المنفى، وأنا أحببت هذا الشخص وأرجو أن تساعدني الظروف على إظهار حبي على الشاشة. بعتقد أنه شخصية مدهشة، وسوف يفاجأ الناس بالجانب غير المعروف من هذه الشخصية. كنت محتار أمام هذا التنوع الإبداعي عند الكاتب حسن ميم يوسف، لكني أثرت أن ألتزم بما هو مطلوب مني، الحديث عن هذه المجموعة التي صدرت عن اتحاد كتاب العرب. حاولت أن أستنتج منها خصائص عامة تتطابق من جهة مع مجمل إنتاج حسن ميم يوسف القصصي السابق وما أضافته إلى هذا الإنتاج، ووصلت إلى النتيجة الأهم برأيي أن حسن ميم يوسف أعاد لنا المنهج الواقعي في كتابة القصة بحلية وبثياب جديدة. الندوة عقدت على هامش مهرجان اللاذقية الثقافي في يومه الرابع عن المجموعة القصصية الساخر يخرس، التي صدرت في نحو 240 صفحة من الحجم الوسط عام 2016 عن اتحاد الكتاب العرب.